كيف يقوم الجن بنكاح المرأة ليلا؟ وهل تنجب منه أطفالا؟ ستنصدم من شدة الإجابة. ولكن فضلا لا تنسى اللايك لنعرف عدد المسلمين في هذا الفيديو، ولا تنسى مشاركة الفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل ما هو جديد. الجن طوائف كثيرة، فمنهم الكافرون ومنهم المسلمون الذين يؤمنون بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فالكافرون من الجن يقومون بإغواء الإنسان عن عبادة الله سبحانه وتعالى وترك للعاصي وتوجيهه إلى الكفر. فالجن هو عدو الإنسان، لذلك حذرنا الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أشد الحذر. فالجن منهم يسرقون الإنس وطوائف، يقترنون بالإنسان ليقوموا بتخويفه وإبعاده عن الله عز وجل. ولكن الجن الأشد عداوة والأشد خطرا على الإنسان هو الجن العاشق، ليقوم بنكاح المرأة أثناء نومها، وإذا كانت فتاة عزباء فهذا الجن يمنحها من الزواج، وإذا كانت متزوجة فهذا الجن يجعلها تنفر من زوجها والعياذ بالله. وأخبرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم محمد أن هذا الجن علاجه القرآن الكريم. روي من حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن فيكم مغربين. قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما المغربون؟ قال: الذين يشترك فيهم الجن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل عند أتيان زوجته أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم حتى لا يجامع زوجته جني. وقال القرطبي رحمه الله: إذا جمع رجل ولم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فكان الشيطان قد جامع معه. فلذلك قول الله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فالله عز وجل جعل الجن يعيش بيننا ويختلط بنا. ولكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن قراءة كتابه العزيز يجعل الجن ضعيفا، فالجان يختار النساء بالأخص لأن إيمانهم ضعيف، فهو يدخل لهن الجن العاشق بعد أن يعجب بجسدها. ولا يقترن الجن العاشق بالمرأة المؤمنة المداومة على عبادة الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالجن يقترن بالمرأة التي تقوم بالأفعال التي تغضب الله عز وجل، كانت تقوم بسماع الأغاني بشكل كبير وأن تقف أمام المرآة لتعجب بجسدها، فيقترن بها الجن العاشق. فالجن جسم رقيق ولطيف يدخل جسم الإنسان، ولكن بإذن من الله سبحانه وتعالى، ويقترن به ويحدث النكاح بين هذا النوع من الجن وبين الإنس، ويقوم بنكاح المرأة أثناء نومها في غرفة مظلمة. ولكن هذا النكاح لا يحدث له هتك ولا ينجم عنه حمل. وكذلك إذا اقترنت الجني الإنثي برجل من الإنس، فالمرأة قد تشعر بأن الجني يقوم بنكاحها، ويكون هذا جرد رؤية في المنام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالجني قد يحب الإنسي كما يحب الإنسي الإنسي، وكما يحب الرجل المرأة والمرأة الرجل، ويغار عليه ويخدمه بأشياء، وإذا صار مع غيره فقد يعاقبه. فإن الجن صراعه كصراع الإنسان، قد يكون عن هوى وعشق كما الإنس مع الإنس، وقد يتناكح الإنس والجن. فالجن العاشق لا يهمه سوى رغبته فقط بكل ما استطاع، ولا يهمه أي شيء. فمن الممكن أن يأتي بجن آخر للجماع معه، ومنهم من لا يحب أن يكون له شريك، وكل هذه الأمور يفعلها الجن العاشق مع الإنس، فيجعلها تكره الزواج ويصبح لديها عدم رغبة فيه. وقد تكره الفتاة الرجال، وقد يحدث عند المرأة المتزوجة نفور من الزوج، وتحدث الإفرازات والعصبية الزائدة وإثارة المشاكل وسخونة الجسم، ولا تحب أن يلمسها زوجها بل حتى أبناؤها، وتكون محبة للوحدة، وتجد المرأة تحب أن تنام من دون ملابس. فهذا من أخطر الأسباب التي تجعل الجن العاشق يتمسك بها ويعجب بها. وقد يشعر الشخص كان أحدا يرافقه وينام بجانبه، ويشعر مثل جسم خفي بجانبه على السرير، أو ثقل أو هواء أو نفس كان أحدا يتنفس. وبعض الرجال يجد شعرة امرأة على جسمه، وقد أثبت العلماء أنه من الممكن أن تكون
هناك معاشرة حقيقية ما بين الرجل والجني والمرأة والإنسية، ولعل بعضهم أيضا يعتبر أن هذا نوع من الزنا، خاصة إذا كانت المرأة تشعر بشيء، فإن هذا كله والعياذ بالله يدل على أن هناك علاقة، وأن مثل هذه العلاقة محرمة شرعا، خاصة إذا لم تخبر أحدا. وينبغي على هذه المرأة أن تعلم أن الذي يحدث بينها وبين الجني أمر محرم، وإنها عاصية لله تبارك وتعالى وخائنة لزوجها إن لم تذكر له بذلك، ويجب عليها أن تتوب من هذه المعاصي وأن ترفضها وأن تتوقف عنها فورا، وأن تعلم أن المعصية ستكلفها الكثير يوم العرض على الله تبارك وتعالى، فعليها التوبة إلى الله تعالى والاستغفار وقراءة القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال الله جل جلاله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذا يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فالجن كما أخبرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كيده ضعيف، لن يقدر على المسلم القارئ للقرآن الكريم والعابد لله عز وجل. لذلك عزيزتي المسلمة، عزيز المسلم، تحصني وتحصن بقراءة القرآن الكريم، وابتعدوا جميعا عن ارتكاب المعاصي وسماع الأغاني حتى تتجنبوا هذا الجني. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى مشاركته مع الجميع حتى يستفيد الجميع وحتى يتجنب من فعل هذه الأشياء المحرمة. لا تنسى مشاركته مع الأصدقاء. شكرا لكم على متابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به ومشاركته والاشتراك بالقناة.